بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم ابنائنا وبناتنا طلبه وطالبات الشهاده الاعداديه واولى حلقات الفصل الدراسي الثاني وماده العلوم. ان شاء الله النهارده احنا بنتناول فكره عامه عن منهجنا او الفصل الدراسي الثاني بيتناول 4 وحدات. الوحده الاولى تعتبر خاصه بجزء الكيمياء، بنتناول فيها التفاعلات الكيميائيه وسرعه التفاعل الكيميائي. الوحده الثانيه خاصه بالكهربيه وهي عباره عن 3 دروس. الوحدة الثالثة خاصة بالوراثة جزء الأحياء، الوحدة الثانية خاصة بجزء الفيزياء، الوحدة الثالثة والرابعة خاصة بجزء الأحياء أو ما يسمى بالبيولوجي، هنتناول فيها الوراثة ثم الهرمونات. بالنسبة عندنا لموضوع حلقتنا النهاردة وهو بعنوان التفاعلات الكيميائية. حياتنا كلها ما هي إلا عبارة عن مجموعة من التفاعلات الكيميائية. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني لو بدأنا بالنبات الأخضر أثناء قيامه بعملية البناء الضوئي، بيعمل إيه النبات؟ بيمتص الماء والأملاح من التربة في وجود ضوء الشمس مع غاز ثاني أكسيد الكربون، بيحدث تفاعل بين هذه المواد، بيتكون عنها 2 تكوين الغذاء، 2 بيتصاعد غاز الأكسجين اللازم لاستمرار الحياة على سطح الأرض. يبقى ده النبات لما بيقوم بعمل البناء الضوئي هي عبارة عن تفاعل كيميائي، هذا التفاعل يضمن استمرار الحياة على سطح الأرض. 2، احنا لما بنتناول هذا الغذاء ونبدأ نتغذى عليه أو نبدأ، ايه اللي بيحصل عندنا؟ بيحصل عملية هضم لهذا الغذاء. هذا الهضم هو عبارة عن تفاعلات كيميائية، بيتحول الغذاء من صورة معقدة إلى صورة بسيطة بتمتصها خلايا الجسم، يبقى ده تفاعل كيميائي. 3، عندما يتحد الغذاء المهضوم بالأكسجين داخل خلايا الجسم، هنا حصل اتحاد، يعني برضو تفاعل كيميائي، بتنطلق الطاقة ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. يبقى الطاقة اللي بتحرك جسمي وبتخليني أتحرك أو أجري أو أروح في أي مكان ما هي إلا عبارة عن ناتج عن تفاعل كيميائي. لو جينا للوقود، الوقود المستخرج من بطن الأرض سواء كان البترول أو بجميع مكوناته أو الفحم الحجري، لما الوقود بيحترق يعني بيتحد مع غاز الأكسجين أيضا بتنطلق الطاقة، ما هو إلا تفاعل كيميائي. يبقى حياتنا عبارة عن مجموعة من التفاعلات الكيميائية، لذلك استغل الإنسان هذه التفاعلات الكيميائية في بعض الصناعات. إيه بقى عندنا الأول قبل ما نشوف الصناعات اللي بدأ الإنسان يشوفها، إيه معنى كلمة تفاعل كيميائي؟ سبق لنا دراسة مفهوم التفاعل الكيميائي في الصف الأول الإعدادي. إيه معنى كلمة تفاعل كيميائي؟ بيقول لي كده، التفاعل الكيميائي عندنا إيه هو؟ كسر الروابط الموجودة. يبقى لو بصينا عندنا، التفاعل الكيميائي هو كسر الروابط الموجودة بين جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين جزيئات المواد الناتجة. يبقى أنا هنا بعمل 2، بكسر الروابط اللي موجودة بين المواد المتفاعلة. يعني إيه؟ عندي مادة متفاعلة وآدي مادة تانية موجودة، المادة دي عبارة عن 2 أهو، ناخدها بالشكل ده كده. لو بالشكل ده مادتين 2، عشان المادتين دول يتكونوا، أو لو خدناها بهذا الشكل، المادة الأولى اللي موجودة عندنا عشان أكون مادة جديدة بعمل إيه؟ بكسر الرابطة اللي موجودة هنا وكسر الرابطة اللي موجودة هنا. بعد كده المادة دي تبدأ تتكون، يديني 2 بالشكل ده مثلا، بهذا الشكل هتبقى واحدة كده ومعاها، أنا كسرت خدت 2، يبقى هنا الحمرة دي تاخد الحمرة اللي زيها والسودة دي تاخد السودة اللي زيها، وهنا هيبقى الحمرة بهذا الشكل. يبقى احنا عملنا ايه هنا؟ كسرنا الروابط الموجودة بين جزيئات المواد المتفاعلة وكوننا روابط جديدة بين جزيئات المواد الناتجة. ده بالنسبة لي مفهوم التفاعل الكيميائي. عشان نرجع او نسترجع هذا الشيء، نرجع لورا كده وبنقول ان اي تفاعل كيميائي بنعبر عنه بحاجة اسمها معادلة كيميائية. يبقى انا عندي حاجة اسمها المعادلة الكيميائية. ايه هي المعادلة الكيميائية؟ المعادلة دي اللي انا بستخدمها في التعبير عن اي تفاعل كيميائي. عشان اعبر عن اي تفاعل كيميائي في عندي معادلة لفظية وعندي معادلة رمزية. المعادلة الرمزية لابد ان تكون متزنة، هنعرف يعني ايه معنى الكلام ده. يبقى هنا اي تفاعل كيميائي بيعبر عنه بما يسمى معادلة كيميائية. المعادلة الكيميائية اما ان تكون معادلة لفظية او معادلة رمزية متزنة. يعني ايه معنى الكلام ده عندنا؟ او ايه بقى الاول معادلة كيميائية؟ يعني ايه معادلة كيميائية؟ المعادلة الكيميائية عبارة عن 2، عبارة عن
بهذا الشكل. اللي انا عملته ده اللي قبل السهم بقول عليها مواد متفاعلة او بنسميها المتفاعلات. بيطلع الناحية التانية بقول عليها كده مواد ناتجة من التفاعل او بنقول عليها النواتج. يبقى دي بسميها المتفاعلات او المواد المتفاعلة. رقم اتنين دي اسمها النواتج او المواد الناتجة. السهم اللي بينقل بيعرف الاتجاه المعادلة بادئ منين ورايح فين. في هذا الاتجاه تكتب شروط التفاعل إن وجدت. يبقى لو أنا عندي شرط للتفاعل لازم أكتب شرط التفاعل. الشكل اللي قدامي ده بسميها معادلة كيميائية. يبقى فهمنا يعني إيه معنى المادة المعادلة الكيميائية؟ هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ثلاث حاجات: مواد متفاعلة، مواد ناتجة، شروط التفاعل إن وجدت. المعادلة الكيميائية قلنا أما أن تكون معادلة لفظية يعني عبارة عن كلمات أو معادلة رمزية متزنة. يعني إيه؟ تعالوا بينا أما نشوف. لو قلنا مثلا إن الكربون اللي هو الرمز بتاعه سي هيتحد مع غاز الأكسجين، وهنا عشان الكربون يتحد مع الأكسجين لازم يكون عندي الشرط ده. هنقول ده الشرط ده إيه؟ هيديني ناتج اسمه CO2. المعادلة بتاعتي كده معادلة إيه هنا؟ أنا استخدمت رموز، يبقى معادلة رمزية. يبقى دي اسمها معادلة رمزية. ليه؟ لأن عبرت عن المعادلة برموز. فين المواد المتفاعلة؟ اللي قبل السهم. فين المواد الناتجة؟ اللي بعد السهم. إيه اللي على السهم ده؟ شروط التفاعل. طيب، يعني إيه معادلة رمزية متزنة؟ يعني عدد الذرات اللي دخلت بتساوي عدد الذرات اللي خرجت. الكربون عندي كام ذرة؟ هي واحدة بس. طالما مفيش رقم مكتوب يبقى واحد. يبقى هنا ذرة خرجت ذرة، يبقى الاتنين زي بعض. الاو عندي هنا كام ذرة؟ عندي ذرتين. خرجت كام ذرة؟ ذرتين. يبقى اللي دخل هو نفس عدد الذرات اللي خرجت. دي اسمها معادلة رمزية موزونة. طب انا عايز احولها الى معادلة لفظية. يبقى المعادلة اللفظية بقولها بالشكل ده كده: كربون زائد اكسجين سهم هكتب عليه حرارة هيديني ثاني اكسيد الكربون. الكربون والاكسجين بقول عليهم مواد ايه؟ متفاعل. ليه؟ لانهم قبل السهم. اللي بعد السهم هقول عليه مواد ناتجة من التفاعل. اللي على السهم ده بقول عليه شروط التفاعل. كده احنا نكون استرجعنا الجزء الخاص بمنهج الصف الاول الاعدادي. عرفنا يعني ايه تفاعل كيميائي، عرفنا يعني ايه معادلة كيميائية، وقلنا عندي نوعين: معادلة لفظية ومعادلة رمزية موزونة. وقلنا موزونة يعني عدد ذرات المواد الداخلة في التفاعل بيساوي عدد ذرات الايه؟ المواد الناتجة من التفاعل. الجزء ده احنا درسناه في الصف الاول الاعدادي، ده يعتبر تمهيد لموضوع درسنا النهاردة. يبقى الشكل كل اللي انا اشتغلت ده بسترجع معاك معلومة الصف الاول الاعدادي اللي احنا اخدناه. لان احنا خدنا يعني ايه تفاعل كيميائي وخدنا نوع من انواع التفاعلات الكيميائية. ايه بقى الانسان استفاد من ايه؟ ما هو الانسان لازم يستفيد من المعلومات او الحاجات اللي بتوصل لها الحقائق والمعارف، لابد ان تطبق، لان لو ملهاش تطبيق اذا ليس لها فائدة. استفاد الانسان منها في بعض الصناعات. زي ايه عندنا؟ صناعة الادوية. الادوية هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن تفاعلات كيميائية بتتم يا اما بعض المضادات الحيوية الانسان بياخدها، او عندنا ادوية معينة بتخفض حاجة معينة او بتحافظ على شيء معين. ايضا صناعة الاسمدة. الاسمدة الزراعية ما هي الا عبارة عن تفاعلات كيميائية. لما بتدوب في المية بيبدأ يتكون شيء معين عشان تخلي النبات ينمو بسرعة بحيث ان احنا ننتج انتاج اكبر. ايضا صناعة الالياف الصناعية، صناعة البويات، حاجات كتيرة جدا كلها قائمة. صناعة الزجاج، صناعة الورق، كل هذه الصناعات قائمة على التفاعلات الكيميائية. نبدأ نشوف موضوعنا النهاردة وهو انواع التفاعلات الكيميائية. ايه هي انواع التفاعلات الكيميائية الموجودة عندنا؟ عندي اربع انواع من التفاعلات الكيميائية. لو بصينا بالنسبة للتفاعلات الكيميائية عندي اربع انواع، احنا خدنا منهم نوع في الصف الاول الاعدادي. يبقى عندنا انواع التفاعلات الكيميائية. رقم واحد، وده احنا خدناه، اللي كنا بنسميه الاتحاد المباشر، زي المعادلة اللي انا كنت لسه حاططها، الكربون مع الاكسجين. هذا النوع سبق دراسته في الصف الاول الاعدادي. يبقى عندي كم نوع؟ ثلاث انواع. اول نوع عندنا من التفاعلات الكيميائية اللي انا هدرسه اللي احنا بنسميها
اول نوع عندنا بنقول عليها تفاعلات الانحلال. كلمه معنى انحلال يعني تفكك، وهذا التفكك بنقول عليه انحلال حراري، يبقى بيتم بيه الحراره. ده النوع الاولاني. النوع الثاني عندنا بنسميها تفاعلات الاحلال، يبقى ده رقم اتنين، ده رقم واحد خلاص ده احنا درسناه. النوع الثالث عندنا بسميها تفاعلات الاكسده والاختزال. يبقى عندنا كم نوع من التفاعلات؟ ثلاث انواع من التفاعلات زي ما هو واضح قدامنا على الشاشه. في عندنا التفاعلات الكيميائيه، عندي التهاب مباشر وده سبق دراسته في الصف الاول الاعدادي. رقم اتنين عندنا في انحلال حراري، وهنا هنعرف ايه معنى كل مفهوم من او كل نوع من هذه الانواع. تفاعلات الاحلال وده هتنقسم الى نوعين اتنين. في احلال عندنا احلال بسيط، وفي عندنا احلال مزدوج. اخر نوع عندنا من التفاعلات هي تفاعلات الاكسده والاختزال. يبقى زي ما هو واضح قدامنا على شاشه الكمبيوتر انواع التفاعلات الكيميائيه بهذا الشكل زي ما احنا شايفين. عندنا في عندنا التهاب مباشر، وعندنا انحلال حراري ده رقم واحد. في احلال بينقسم الى نوعين، احلال بسيط واحلال مزدوج، وعندي اكسده واختزال. هنتناول النهارده في حلقتنا اول نوع وهو تفاعلات الانحلال الحراري. يعني ايه عندنا تفاعلات انحلال حراري؟ زي ما بنقول كلمه انحلال معناها تفكك. فايه معنى كلمه انحلال حراري؟ تفاعلات كيميائيه بيحصل فيها ايه؟ يتفكك فيها المركب بالحراره. يبقى انا عندي مركب هسخن هذا المركب يقوم يحصل له الحراره، تعمل ايه؟ بيتفكك، او بقول بينحل الى عناصره الاوليه او الى مركبات ابسط منه. يبقى اول مفهوم عندنا خدنا مفهوم تفاعل كيميائي، قلنا ايه هو؟ كسر الروابط الموجوده بين جزيئات المواد المتفاعله، او عايز تقول بين ذرات جزيئات المواد المتفاعله، برضه نفس الكلام لان التفاعل الكيميائي يتم بين الذرات. يبقى كسر الروابط الموجوده بين جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده بين جزيئات المواد الناتجه من التفاعل. ده كده مفهوم التفاعل الكيميائي. ايه معنى تفاعلات الانحلال الحراري؟ تفاعلات كيميائيه بيتفكك فيها المركب بالحراره الى عناصره الاوليه او الى مركبات ابسط منه. يعني ايه معنى الكلام ده؟ لو انا عندي مركب مثلا اسمه AB، عملت له عملية تسخين بالحرارة، ايه اللي هيحصل؟ هيتقسم الى حاجتين، انفصل الى A زائد B. يبقى هنا دخل عندي مادة واحدة، خرج عندي كم ناتج؟ خرج عندي ناتجين اتنين. طبعا تفاعل الانحلال الحراري عكس تفاعل الاتحاد. ازاي الكلام ده؟ احنا لو جينا لتفاعل الاتحاد انا كان بيخش عندي كام؟ بيخش عندي مادتين تخرج مادة واحدة، بركبهم مع بعض، بجمعهم مع بعض. أما الانحلال الحراري العكس بقى، بتخش عندي مادة واحدة وتخرج عندي مادتين بهذا الشكل. يبقى الشكل عندي لو أنا لقيت المواد المتفاعلة عبارة عن مادة واحدة، مادة واحدة، والمواد الناتجة مادتين اتنين وعلى السهم حرارة، يبقى التفاعل كده وأنا مغمض ده اسمه تفاعل انحلال حراري. نبدأ نشوف أمثلة عندنا بالنسبة لتفاعلات الانحلال الحراري. أول نوع عندنا انحلال بعض أكاسيد الفلزات. احنا طبعا خدنا قبل كده وقلنا يعني ايه كلمة فلز. الفلز طبعا هي مجموعة من العناصر لها مجموعة من الصفات أو الخصائص، لكن اللي يهمنا فيها إن هذه الفلزات بيحتوي مستوى طاقتها الأخير على أقل من 4 إلكترونات، يعني 1 أو 2 أو 3. كلمة أكسيد فلز يعني العنصر أو الفلز ده متحد مع الأكسجين. فهنا عندي قاعدة بتقول لي ايه عندنا؟ ان اكسيد الفلز لما ينحل بالحرارة بيديني ايه؟ تعالوا بينا اما نشوف. اكسيد فلز هفصله نصين، يقوم يطلع الناتج اللي عندي فلز زائد كلمة اكسيد، لما المادة اللي هو اكسجين بيتحد مع اي مادة بقول اكسيد، طب لما يرجع لوحده يبقى يطلع عندي مين؟ اكسجين. يبقى هنا اكسيد الفلز بالحرارة بينحل الى فلز ويتصاعد غاز الاكسجين. طب ناخد مثال، احنا كده ده القانون بتاعي اللي انا هبدا اشتغل عليه اهو. المثال بتاعي اكسيد الزئبق، وخلي بالك بقى من اللون ده اهو الاحمر. يبقى المثال اكسيد الزئبق لونه ايه؟ احمر، لما ينحل بالحراره هيديني ايه؟ نفس الكلام اللي احنا لسه قايلين اهو، هشيل ده كده يبقى يديني زئبق ويتصاعد غاز الاكسجين.
اللي انا كتبته ده دي معادله ايه؟ معادله لفظيه. الزئبق ده لونه ايه؟ لونه فضي. يبقى اكسيد الزئبق اللي داخل كان لونه احمر، اللي نتج لون فضي وتصاعد غاز الاكسجين. طيب عايز احول المعادله اللفظيه الى معادله رمزيه، يبقى هنا اكسيد الزئبق الاحمر 2HGO حراره بنعبر عنها بهذا المثلث، هتديني ايه؟ اقسمها كده هتدينا 2HG زائد O2 يتصاعد. يبقى هنا عندنا المعادله الرمزيه بهذا الشكل 2HGO، ده اللي هو مين؟ اكسيد الزئبق الاحمر. لما ينحل بالحراره بيديني ايه عندنا؟ زئبق فضي اللون ويتصاعد غاز الاكسجين. يبقى دي المعادله بتاعتي بهذا الشكل. هنا اول نوع عندنا زي ما احنا قلنا عندنا، بيجي لي بقى مجموعه متنوعه من الاسئله بهذا الشكل او على هذا السؤال. لو جينا عندنا ايه الاسئله اللي بتجي لي عندي؟ اكسيد الزئبق الاحمر بينحل بالحراره الى زئبق فضي اللون ويتصاعد غاز الاكسجين. يبقى المعادله دهيت كده او المعادله دي بيجي لي عليها مجموعه من الاسئله. ازاي؟ اول سؤال عندنا يجي يقول لي ايه هنا؟ تعالوا ما نشوف كده. اول سؤال بيقول لي ماذا يحدث عند، يبقى سين واحد ماذا يحدث عند، ايه اللي بيحصل عندنا؟ لو احنا جينا عندنا كده رقم واحد تسخين كمية من اكسيد الزئبق الاحمر، هجاوب اقول له ايه عندنا؟ لما بسخن كمية من اكسيد الزئبق الاحمر، خلي بالكم عشان الاجابة في جميع الاسئلة هتبقى هي نفس الاجابة ما عدا حاجات بسيطة جدا. ايه اللي بيحصل عندنا هنا؟ بقول له الاجابة عندي اهو، بيحصل ايه عندنا؟ ينحل بالحرارة الى حاجتين اتنين، زئبق فضي اللون ويتصاعد غاز الاكسجين. ادي اجابة السؤال. ممكن يزود على السؤال ويقول لي ايه عندنا؟ ماذا يحدث عند تسخين كمية من اكسيد الزئبق الاحمر ثم تقريب شظية مشتعلة الى الغاز الناتج؟ هو الغاز الناتج غاز مين؟ غاز الاكسجين. وغاز الاكسجين بيتميز ان لما قرب له شظية مشتعلة بيحصل ايه عندنا؟ بيزداد اشتعالة. يبقى لو قال لي هنا ثم تقريب شظية مشتعلة، ده كده السؤال التاني اهو، الى الغاز الناتج، يبقى هقول له ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجتين، ينحل اكسيد الزئبق بالحراره الى زئبق فضي اللون ويتصاعد غاز الاكسجين، وعند تقريب شظيه مشتعله يزداد اشتعالها او يزداد توهجها. نفس السؤال ممكن يجي لي بس زوده لي شويه، ماذا يحدث عند تسخين كميه من اكسيد الزئبق الاحمر مع كتابه معادله التفاعل؟ يبقى هنا هقول له ايه اللي هيحصل؟ بينحل اكسيد الزئبق الاحمر بالحراره الى زئبق فضي اللون ويتصاعد غاز الاكسجين. عايز المعادله، يبقى هضطر اكتب له المعادله 2HGO سهم حراره 2HG زائد O2 يتصاعد. علل لما ياتي، يتغير اهو سين 2 علل، يتغير لون اكسيد الزئبق الاحمر عند تسخينه. ليه بيتغير لما سخنه؟ نفس الاجابه، لأنه ينحل بالحرارة إلى زئبق فضي اللون ويتصاعد غاز الأكسجين. علل، هنا بيقول لي عندنا تقل كمية أكسيد أو تقل كتلة أكسيد الزئبق الأحمر عند تسخينه. ليه الناتج هنا لما بسخن الكتلة بتقل؟ ليه؟ لأنه ينحل بالحرارة إلى زئبق فضي اللون ويتصاعد غاز الأكسجين. غاز الأكسجين اللي طلع ده أنا عندي هنا كتلة معينة، الكتلة دي لو قلنا مثلا 20 جرام، الاتنين دول مجموعهم مع بعض 20 جرام، طب ده غاز هيتصاعد، يبقى معنى كده ان الكتلة بتاعتي بتقل. فهنا عندنا مجموعة كتيرة جدا من الأسئلة بقيسها بقى على جميع التفاعلات الموجودة عندنا بهذا الشكل. يبقى احنا عندنا ده عندنا يعتبر فيديو بيوضح لي ازاي المعادلة أو التجربة بتاعت تسخين أكسيد الزئبق الأحمر. يبقى اكسيد الزئبق الاحمر عندنا، خلي بالك من الالوان عشان الالوان دي مهمه جدا. هيبقى عندنا الادوات بتاعتي انبوبه اختبار، في عندي كميه من اكسيد الزئبق الاحمر، في عندي لهب بنزين، وفي عندي ماسك لانبوبه الاختبار، وهيبقى عندي في النهايه شظيه مشتعله عشان اختبر الغاز المتصاعد. ده عندنا بيقول لي لما بسخن بيحصل ايه؟ بينحل بالحراره الى زئبق اكسجين، ومجموع كتلتيهما بيساوي مجموع كتله بيساوي كتله اكسيد الزئبق الاحمر.
عندنا التجربه زي ما احنا شايفين عندنا ده يعتبر اكسيد الزئبق الاحمر الموجود عندنا بهذا الشكل اهو، ده هنا عندنا بهذا الشكل اه، ناكد كده عندنا، وهنا بنبدا نسخن ونشوف ايه اللي هيحصل للون عندي هنا اهو، بيبدا يتغير اللون بيتحول بهذا الشكل، وطبعا هيبقى فيه غاز بيتصاعد، الغاز هنا احنا بنجمعه في انبوبه اختبار وبنجمعه بازاحه الماء او بنجمعه تحت الميه زي ما احنا شايفين، ادي الفقاعات اللي بتطلع بهذا الشكل، الفقاعات دي بتطلع بتزيح الميه ويجمع الغاز الناتج فيه المخبار، وهنا بيبدا هذا الزئبق بهذا الشكل. نبدا نختبر الغاز الناتج اهو، هيبدا يطلع ويشوف عندنا بالنسبه لي الغاز الناتج، بقرب له شازيه مشتعله، ايه اللي بيحصل عندنا؟ نلاحظ كده وناكد قوي على اللهب، زي ما احنا شايفين بيزداد اشتعال الشازيه المشتعله، ده عندنا بالنسبه لي المعادله بتاعه تسخين اكسيد الزئبق الاحمر. يبقى احنا عندنا اي اكسيد عندنا او بعض الاكاسيد لما تنحل بالحراره بتديني حاجتين اتنين، اكسيد الفلز هيديني فلز وتصاعد غاز الاكسجين اللي بكشف عنه باستخدام شازيه مشتعله بيزداد توهج. رقم اتنين عندنا انحلال بعض هيدروكسيدات الفلزات، يعني ايه كلمه هيدروكسيد؟ يعني مجموعه الاو اتش اللي احنا خدناها، يبقى كلمه او رقم اتنين المثال الثاني انحلال بعض هيدروكسيدات الفلزات. هيدروكسيد دي مجموعه ذريه والصيغه بتاعتها او اتش. يبقى انا عندي نشوف القانون بتاعي بيقول لي كده، هيدروكسيد الفلز لما ينحل بالحراره هيديني ايه؟ اهو هقسمه كده، هيديني اكسيد فلز، يبقى هنا هيدروكسيد فلز بيديني اكسيد الفلز زائد هيطلع عندي حاجه اسمها بخار الماء. كلمه هيدروكسيد زي ايه عندنا المثال بتاعي؟ تعالوا ما نشوف المثال بتاعنا، نكتب المعادله الايه اللفظيه، هيدروكسيد النحاس اللي لونه ايه؟ الازرق، لما ينحل بالحراره بيديني ايه؟ اكسيد فلز، الفلز اللي عندي اللي هو مين؟ النحاس، يبقى الناتج عندي اسمه اكسيد النحاس وده لونه ايه؟ اسود، زائد بخار ماء وده غاز هيتصاعد بهذا الشكل. يبقى هيدروكسيد او بعض هيدروكسيدات الفلزات لما تنحل بالحراره بتديني ايه؟ اكسيد فلز ويتصاعد بخار الماء. شيل كلمه فلز وحط بقى الفلز اللي عندي اسمه اللي هو هيدروكسيد النحاس وده لونه ايه؟ ازرق، يبقى بينحل بالحراره الى اكسيد نحاس لونه اسود وعندي يتصاعد بخار الماء. نحول المعادله اللفظيه الى معادله رمزيه، هيبقى النحاس رمزه Cu وكلمه هيدروكسيد هيبقى OH الكل 2، يبقى ده المركب ده اسمه ايه؟ هيدروكسيد النحاس اللي لونه ايه؟ ازرق، ينحل بالحراره الى اكسيد النحاس CuO، وخلي بالي الاو كابيتال زي السي، احنا اخذنا في الصف الاول الاعدادي رموز الكيميائيه وقلنا عندنا عفوا ان العنصر بعبر عنه بعبر عنه برمز كيميائي، هذا الرمز قد يتكون من حرف واحد بيبقى كابيتال، لو حرفين اتنين الحرف الاول كابيتال والتاني سمول، النحاس حرفين CU السي كابيتال واليو سمول، الاو ده رمز العنصر الاكسجين يبقى الاو كابيتال، محدش يجي يكتبها بالشكل ده يقول لي كده سي يو ويعمل لي الاو صغير، غلط. نتعلم الطريقه الصحيحه، يبقى سي يو او ده اسمه ايه؟ اكسيد نحاس اللي لونه ايه؟ اسود، زائد اتش 2 او ده رمز الميه، ولما اعمل سهم بقى بخار الماء. يبقى هنا اكسيد النحاس الازرق لما بينحل بالحراره بيديني ايه عندنا؟ بيديني اكسيد النحاس الاسود ويتصاعد بخار الماء. ادي المعادله بهذا الشكل، نبدا نشوف عندنا تجربه ازاي ان انا يبدا اعمل عمليه انحلال لاكسيد النحاس الازرق، زي ما احنا شايفين اللون عندي هنا ازرق وهنا كلمه هيدروكسيد اهو يعني محلول. هنبدا نعمل ايه عندنا؟ بسخنه على النار ونبدا نشوف عندنا بهذا الشكل ايه اللي هيحصل، هيتغير لون هيدروكسيد الازرق الى هيتغير الى اللون الايه؟ الاسود. ليه؟ لان هيترسب عندي او يتكون عندي اكسيد النحاس الاسود ويتصاعد بخار الماء. ده عندنا بالنسبه للنوع الثاني اللي هي انحلال بعض هيدروكسيدات الايه؟ الفلزات.
طبعا التجربة عندنا هتاخد وقت، موجودة بهذا الشكل، ونبدأ نشوف عندنا مع التسخين. ده بالنسبة للجزء الموجود عندنا. رقم ثلاثة عندنا هناخد النوع الثالث عندنا من اللي هو انحلال بعض كربونات او معظم كربونات الفلزات. يبقى رقم ثلاثة انحلال معظم كربونات الفلزات. القانون بتاعي اهو بيقول لي هنا كربونات الفلز لما تنحل بالحرارة تديني ايه عندنا؟ هتديني اكسيد الفلز. خلي بالك ده زي الهيدروكسيد، زائد كربونات يطلع منها غاز مين؟ ثاني اكسيد الكربون. غاز ثاني اكسيد الكربون بيتميز بانه ايه؟ يعكر ماء الجير الرائق. يبقى بكشف عن الغاز ده بتعكر ماء الجير الرائق. عايز مثال؟ هناخد برضو المثال بتاعنا كربونات النحاس. يبقى هنا كربونات النحاس ودي لونها ايه؟ الخضراء. هتنحل بالحرارة الى اكسيد النحاس اللي احنا لسه قايلين لونه ايه؟ اسود، ويتصاعد غاز مين؟ ثاني اكسيد الكربون. عايز احولها الى معادلة رمزية، يبقى CuCO3. هتنحل بالحرارة الى احنا قلنا عندنا CuO، ادي CuO خدناها وخدنا O من هنا، يبقى مين عندنا؟ CO2. وقلنا ده بيعمل ايه؟ حاجة من اتنين، يا اما بيعكر ماء الجير الرائق، يا اما بيسبب انطفاء الشظية المشتعلة. ده عندنا بالنسبة لي مين؟ اهو عندنا نشاط. بنشوف عندنا بالنسبة لي اللي هو تسخين كمية من كربونات النحاس اللي لونها الاخضر اهو. معلش، ده بالنسبه لي الايه؟ كربونات النحاس الخضراء. ومعلش النهارده لان وقت حلقتنا يعتبر انتهى، الوقت عدى بسرعه. ان شاء الله هنستكمل موضوع التفاعلات الكيميائيه، وهنستكمل باقي الانواع الاخرى في الحلقه القادمه. ابنائي وبناتي، حتى نلتقي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.